يا مساء الخيرات والنعيم عليكم أيا كان مكانكم في هذه الدنيا. خلوني بس أجهز عشان أبقى شايف وأعرف أقرأ لما الخيرات تحطونا. والنعيم بس عليكم أيا كان مكانكم في هذه أيوه. الدنيا. إيه الأخبار؟ وأخبار لايف المرة اللي فاتت إيه؟ مستعدين؟ النهاردة هنتعمق كمان أكتر. عايز أقول لكم حاجة، يمكن سر سأفشيه كده، أنا بعمله بقالي سنوات، وكل فترة كده لما بحس إن الناس بقت ما شاء الله عليهم وبيتطوروا وبيطبقوا ببدأ أطلع بعض التفسيرات. يعني اللي متابعني من زمان، يمكن من 2009 على الفيسبوك قبل ما انتقل للإنستجرام أو كده، كنت هتلاقيني ساعات بتعمد أنزل حاجات أو معلومات تعمل صدمة أو تعمل قلق، علشان الناس اللي تفكيرها خطي يبدأ يحس إن في حاجة جوه بتحصل كده، كأن في نار او كهرباء او لمبة بتنور جوه، وبالتالي تساعده ان هو ينطلق ويبقى يعني بيتطور في التفكير، فيبدا مره بعد مره يتطور معانا. واللي هياخد الكورسات في الاكاديميه هيلاقي كده برضه، ممكن تاخد الكورس اول مره تلاقيه ادالك معلومات، سيبه وطبق وروح ارجع تاني بعد اسبوعين ثلاثه ولا بعد شهر، هتلاقي فجاه التفكير بتاعك، انا دايما كل معلوماتي وخصوصا في الكورسات كلها بتنقل دماغ الشخص من التفكير الخطي للتفكير اللا خطي، او من اللينير للنان لينير. انا عاملها بالطريقه دي بحيث دايما تلاقي نفسك كل ما ترجع للمعلومه تلاقي المعلومه نورت اكتر، معناها انك بتنتقل. اول ما تلاقي المعلومه نورت تعرف انك بتنتقل من التفكير الخطي او اللينير الى التفكير النان لينير. دي حاجه. الحاجه الثانيه، في بعض الناس بيسالوا، انا هاخد اسئله دلوقتي، حاضر ان شاء الله، انا مجمع الاسئله المهمه اللي انا شايف انها هتفيد معظم الناس لما ارد عليها. عايز بس اقول برضو معلومه تانية، ان النهارده لو حسيت ان المعلومات تقيله شويه اسمع اللايف تاني لما ينزل، هيقعد 24 ساعه، وبعدها باربع خمس ايام ان شاء الله على حسب وقتي هينزل على اليوتيوب او الشانل يوتيوب، وهتلاقيه بقى نفس الاسم بس 2 شرطه 2 اللي هو الفايل رقم 2. حاجه مهمه كمان عاوزك تكون منتبه ليها، ان من علامات التفكير اللينير اللي هو الخطي، انه دايما الافكار السلبيه بتسبقه. لو ما شافش الخط زي ما هو رسمه بيحس ان الكلام متناقض، او بيحس ان ايه ده، انت قلت معلومه في مكان ودلوقتي قلت معلومه تانية، فيحس ان حاجه راحت ملخبطه جوه كده. هوضح بعض الاجزاء النهارده ان شاء الله، وهدي مساءكم زي العسل كلكم. انا بس لما بكون مركز ما بقراش. حاضر، انا يعني هاخد اسئلتكم. لما مره فاتت ركزت في المعلومات وما انتبهتش خالص للكلام اللي اتقال، حتى دكتوره سميه دخلت وما شفتش، وكنت عايز ارحب بيها، بس يلا حصل خير، ربنا يا رب يمسيها بالخير دائما، وكل الناس اللي بينشروا ثقافه الوعي والافكار والمعلومات اللي تخلي حياه الناس جنه. عايز اقول هنا جزئيه بقى مهمه تانيه عاوزين نركز عليها، ان انا مش لازم، عشان انا بينت لك وقلت لك ان في حاجه اسمها تفكير خطي وتفكير غير خطي او اللينير نون لينير، هدي فيها مثال بعد شويه، ان انا اقعد بقى متجنن ومشغول ومتضايق وزعلان. انتبه كده، الطبيعي والفطري بتاعنا ان احنا بنكون في حاله من الوعي، طريقه تفكير معينه، يعني زي بالظبط الطفل وهو صغير ممكن يكون في حاجات بيعملها، دي الفطره بتاعته. الفطره دي لما تكتمل وتعمل تزكيه بيبدا يتطور الوعي بتاعه. كذلك التفكير، الفطرة انك التفكير بيبدأ لينير عشان تعرف تتعامل مع الحياة اللي هي واحد زائد واحد يساوي اتنين. لما تبدأ انت بقى تستحث التفكير ده وتعمل حاجات فيها تفكير، فيها تأمل، فيها تفكر، فيها تدبر، التفكير ده بيعلى. عشان كده للأسف، ودي من اكتر الحاجات اللي كانت مخلياني بهاجم الموروث بقالي فترة بحكم تخصصي في السيكولوجي، يعني ان هو بيدرب الناس انك ما تفكرش الا قليل، عشان اكون دقيق، يعني ان حتى بعض الناس يقول لك ايه، بص هو ما تشغلش مخك، ويخافوا منك لو شغلت مخك، او يهددوك او يحسوا انك انت غلطان، اوبا بدأت تفكر وتشغل دماغك، يعني بدأ دماغك ينتقل من التفكير اللينير اللي ماشي كده هو كده وخلاص تابع، يعني الى انك تبتكر وتفهم ابعاد مختلفة، هيبدأوا يحسسوك انك غلطان، واعوذ بالله اوعى تعمل كده. فانتبه من امثال هؤلاء الناس، لان دول مش واخدين بالهم، هم نفسهم ممكن يكونوا مش مدركين او مش عارف التفسيرات، بس هو خدها كده، فتدرب ان يكون التفكير بتاعه لينير، مش عايز يفهم او يعلي الوعي. يا رب يكون عددهم قليل، بس في بعض الناس كده، فكون منتبه وانت بتتعامل في الحياه. هاخد بعض الاسئله سريعا. بسم الله الرحمن الرحيم. في سؤال هنا
من الأستاذ صلاح سالم. تحياتي لصلاح سالم ومشاركة صلاح سالم وزحمة صلاح سالم. بادئ بيقول: كل الشكر والاحترام، أشكرك يا جميل، ربنا يخليك يا رب. في المعادلة المذكورة، الفعل زائد السبب يساوي واقع، اللي قلناها في الفايد اللي فات. حضرتك اتكلمت عن الفعل بالتفصيل ولم تتكلم عن السبب بالتفصيل، فهل يمكن أن تفصل لنا عن السبب أكتر؟ حاضر. وبيقول تاني في سؤال: لو كانت محصلة كل شيء نسعى له هي مشاعر، وإحنا قادرين على استحضار هذه المشاعر وإن إحنا نعيشها ونستمتع بيها، طب بنسعى ليه؟ حلو قوي السؤال ده، هجاوب عليه حاضر. وأشكرك يا صلاح على السؤالين الرائعين دول. انتبهوا كده، أول حاجة أنا فعلا اتكلمت وتعمدت إن الفايل اللي فات أركز على الأفعال، النهاردة بقى هركز على السبب، لأن السبب انتبهوا كل ما تفكيرك تطور من الخطي إلى اللا خطي هتبدأ تدرك أسباب غير مرئية. يعني هديكم مثال بسيط عشان يوضح التفكير اللينير والتفكير النان لينير والأسباب. زمان لما كانوا عاوزين يخترعوا العربية السيارة، فكان التفكير بتاعهم خطي، بمعنى أنا عايز أجيب مثلا خشبة وأحط تحتيها عجلتين وأجيب حيوان أربطه فيها فيشد العجلة دي. ده كان تفكير بسيط لينير خطي عشان يشدني ويحركني للاتجاه اللي أنا عايزه. بعد شوية قالك ممكن حد يزق أو حد يعمل، ممكن نجيب حيوانات أكبر، ممكن نجيب 4 5 6 10 حيوانات، ساعات بيجيبوا كلاب كتير، ساعات بيجيبوا مجموعة حيوانات بحيث أنا عايز أسرع. المهم كل فكرته في التسريع إن أنا في نفس الخط اللينير ده، إن أنا أزود حيوانات، أخلي العجل يلف أسرع، أخلي الطريق يبقى مستوي شوية، كله في التفكير اللينير البسيط المبدئي ده. حلو كده؟ بعد فترة تم العقلية البشرية بقى والأبحاث والناس العلماء اللي عمالين يجتهدوا ويبحثوا، اكتشفوا إن إحنا نقدر عن طريق الضغط الكمبريس بتاع ضغط الهواء والحرق، حرق مثلا الحطب زمان أو حرق الفحم أو حرق البنزين دلوقتي بيطلع ضغط هواء شديد جدا، فأنا ممكن بضغط الهواء الشديد ده أعمل مراوح ومكابس معينة، المكابس تاخد ضغط الهواء وضغط النار وتحوله لدوران فأقدر أحرك العجلة. التفكير ده تفكير نون لينير، تفكير مش منطقي، مش متسلسل بالأحداث البسيطة. يقوم إيه اللي يحصل بعد كده بقى؟ دلوقتي لو جبنا عربية وجبنا إنسان تفكيره لينير وقلنا له عايزينك تمشي العربية دي، أول فكرة بدائية هتيجي في دماغه يزق العربية يشد العربية، ده التفكير اللينير. حلو كده؟ الإنسان بقى اللي تطور مع العلم وبقى فاهم إن فيه مفتاح عامل كده تشينج العربية هتدور، وفي حتة صغيرة كده اسمها دواسة البنزين هلمسها تقوم تجري، اللي تفكيره لينير يتخض، ايه ده هو في ايه ازاي؟ انت هتعمل كده بس تبقى قاعد جوه وتلمس البنزين تجري؟ ده ايه السحر ده؟ ده ايه الكلام الغريب ده؟ تفكيره مش قادر يستوعب لانه مش فاهم ميكانيكا، مش فاهم الضغط تحول لحركة ازاي ولا الكلام ده كله، يقوم شايف ان دي طلاسم اما يخاف. يعني زمان لو تفتكروا اللي سمع القصة دي، في بعض الدول من غير ما اقول اسماء، بعض الدول لما السيارات دخلتها كانوا مفكرين الجن بيحركها، لما التليفون دخلها لانهم مش شايفين الصوت وهو ماشي في الاسلاك فكروا ان الجن دخلها. زي ما اتفقنا بقى في ناس تفكيرهم لينير ولما يلاقي حاجة مش منطقية يتقلب لهوائي، يبقى جن، يبقى عفاريت، يبقى كذا. حلو. بعض الدول تانية السيارة بتاعت رئيس الدولة لما راح لهم قدموا لها برسيم عشان تاكل، فاكرينها حيوان بياكل، او هم ده تصورهم، فكروها شيء من المخلوقات اللي ربنا خليها اللي بتمشي وبالتالي هقدم لها اكل. فالانسان كل ما تدبر وكل ما تفكر انتقل تفكيره من لينير اللي هو خطي اللي هو بدائي اللي هو بسيط الى النان لينير او سطحي، يعني الى النان لينير اللي هو متشعب، مش عايز اقول عميق، يمكن كلمه عميق بيبقى احيانا بعض الناس بتبقى عميقه في اللينير برضو. كلمة نان لينير معناها ممكن تاخد حتة من هنا وحتة من بعد كيلو وحتة من تحت وحتة من فوق، فهي المنطق بتاعها مش ماشي خطي، وبالتالي ممكن تاخد حاجة من فوق وحاجة من تحت وحاجة من اليمين وحاجة من الشمال. تلاقي الإنسان بيجهد عشان يعمل الرابطة دي، الإنسان اللينير بيحس بإجهاد عشان يعمل الرابطة دي. النقطة المهمة اللي عايز أوصلها إيه؟ إن كل ما بقيت بتشغل دماغك، ايوه شوف حد كاتب لي اهو، ريم بتقول كان في ناس بتتخيل ان في مذيع قاعد جوه التلفزيون، ده تفكيرهم لينير مش مدرك ان هو قاعد في مكان والاشاره بتنتقل عن طريق الهواء.
كل ما تفكيرك انتقل الى نون لينير اللي هو مش ماشي بالتفكير المنطقي ده، كل ما استحقاقك بقى اعلى، وخصوصا في الزمن الحالي اللي احنا عايشين فيه ده. بمعنى، عارفين زي ما قلنا الناس اللي تفكيرهم عشوائي، اللي هو لما ما يلاقيش حاجه منطقيه يقول لك الجن، اللي هو العفاريت، واحنا اتكلمنا في كورس الامان التام في قاعده خطيره جدا ركزوا فيها اللي ما يعرفهاش، ان ربنا اعطى البشر مشيئه، والمشيئه معناها تحويل الفكره الى واقع مادي ملموس. حلو كده؟ اكشن وماده ملموسه. واعطى الشياطين واللي منهم الجن يعني، او الجن اللي منهم الشياطين اللي هو المخلوق الغير مرئي ده، اعطاه اراده مش مشيئه. والاراده ان هو يبقى عايز حاجات ولكنه لا يستطيع تحويلها الى شيء مادي. يعني حتى هتلاقي ربنا بيقول ايه؟ ان الشياطين يريدون، اقعد انت مكانك كده وعايزك تبقى تريد تشرب ميه، يا فرحتي. يلا اريد كده، الشياطين يريدوا يدخلوني النار، خليه يريد للصبح. الجن يريد يدخل الناس النار، او الجن السيء او الشيطان يريد، خليه يريد برايه، يريد براحته. اخره يريد، اخره ما يحولش الحاجه الى مشيئه، فيوسوس لي، ودي طاقه لسه مش قادر يحولها لمشيئه، هي فكره. انا بقى ممكن اتبع افكاره فاحول الفكره بتاعته الى واقع، انا كده بقيت زيه وانا استخدمت مشيئتي في ضرر نفسي. حلو؟ وبالتالي اللي مش مدرك ده وشايف نفسه هوائي بيعيش في حاله من او ممكن مثلا حد بيسمعني يقول لك ايه ده؟ ثانيه واحده كده، انت بتقول ان الجن ملوش مشيئه، طب انا بقى ابو العريف الذكي اللي عندي ايه في القران بتقول لك ان كان الجن بيعملوا لسيدنا سليمان محاريب، هو كده هيحس ان الكلام متناقض لان تفكيره لينير، شايف الدنيا كلها خط واحد. هقول له تعالى بس كده بص في الايه، هتلاقي فيه معلومه من ضمن معلومات القران الخطيره، ان اي حاجه خارقه لقوانين الطبيعه، خارقه للحاجه اللي الطبيعه دي بتعملها، ربنا بيحط قبلها باذن الله. بمعنى ان انا هتلاقي مثلا ما حدش يقدر يحيي الموتى خلاص، ولكن في رسول من رسل الله ربنا خلاه يحيي الموتى، اذا هو اخترق القوانين الكونيه، يقوم ربنا حاطط بعدها باذن الله، تحيي الموتى باذن الله. فلما تلاقي كلمه باذن الله معناها ان غيره من البشر مش هيقدر يعملها الا لو وصل لدرجه ان ربنا اداله الاكسس ده، او اداله الخط النون لينير اللي ما حدش يقدر يوصل له الا لما يكون على اتصال روحاني اعظم الاف المرات من البشر العادي. فهو حتى الحاجات الغير منطقيه اللي بنسميها بقى الكلمه للاسف هي بدعه بس ما علينا، الناس عارفاها، اسمها معجزه، وانا اتكلمت فيها في قوانين المعجزه في كورس اختراق المجال الطاقي هينزل ان شاء الله اخر السنه في الاكاديميه، ان كلمه معجزه كلمه بدعه، ويعني حتى ربنا لا يعجز قومه يعني، ولم تكن مسبوقه حتى في تاريخنا ولا في الخلفاء. لو جيت حد من الخلفاء الراشدين قلت له معجزه مش هيفهمها، معجزه ايه؟ هي اسمها آية في القرآن أو اسمها دليل أو برهان، وربنا قال سنريهم آياتنا في الآفاق، فالآيات موجودة وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، فهي مستمرة حتى يوم الدين. وممكن تكون بيحصل معاك في حياتك الحاجات دي اللي هي آيات، بس هم أقنعوك، هم سموها معجزة، ثم طلعوا بعد كده القناعة المدمرة، انتهى زمن المعجزات عشان يسيبونا كده. كل ما الإنسان بقى تفكيره نون لينير هيقدر يوصل للتربيطات دي كلها، وبالتالي يعمل حاجات يراها السابقين معجزات أو آيات بينات. يعني زمان لو كان سيدنا سليمان مثلا ممكن ينقل بعض الناس عن طريق الهواء، فإحنا النهاردة ممكن ننقل 500-600 شخص في طيارة، وحاليا بيتعمل طيارات فيها مولات وحمامات سباحة طايرة في الهواء. لو حد شافها زمان يفكرها معجزة من معجزات الكون. إحنا عرفنا بالعلم الآن لما تفكيرنا بالتطور والوعي انتقل من التفكير اللينير الى التفكير النون لينير، عملنا حاجات الان قد تعتبر في الزمن الماضي من المعجزات الرهيبه اللي كان تفكيرهم لينير. فعايزك تبقى عارف بقى، هعيد تاني، انك كل ما فكرت وتاملت في المعلومات اللي بتسمعها كل ما تفكيرك بقى النون لينير. تعالوا بقى نخش في حته الاسباب. الاسباب هتطلع لك بحسب الظرف اللي انت فيه. بمعنى احنا قلنا عمل انا بعمله زائد سبب يساوي واقع. ركزوا معايا عشان في مفاجأة. انت بقى لما يكون تفكيرك لينير بتبقى شايف اسباب محددة مش فاتحها على البحري، فانت متخيل ان السبب ده ممكن يكون فلوس،
السبب ده ممكن يكون مثلا مسابقة، طريقة شغل معينة. فأنت لأنك حجمت الأسباب في عقلك لم تفتح لك أسباب أخرى. يعني الشاب اللي ابتكر فكرة برنامج عشان زي أوبر مثلا يعمل يبقى صاحب أكبر شركة تنقلات في العالم وهو لا يمتلك سيارة، هو كسر كل التفكير اللينير اللي قبله. اللي عمل الفيسبوك كسر كل التفكير اللي قبله. وبيقولوا دلوقتي ان الفترات القادمة سيتم انشاء وظائف وسبل للرزق والوفرة لم تكن مسبوقة في البشرية من قبل، لان الناس اللي بقت بتحلل وتفكر وتفكيرها انتقل الى نون لينير كتروا جدا في الارض بسبب المعلومات العلمية الحديثة والكورسات الخاصة بالذاكرة والتفكير والخيال والكلام ده والابداع وكده. فبدأ الان الانسان ينتقله بصورة قوية جدا الى انشاء وظائف وفرص للبزنس والرزق لم تكن مسبوقة في التاريخ. المفاجأة هنا بقى ان انا دلوقتي قلت لكم الحلقه اللي فاتت ان اللي انت عليه الان هو استحقاقك. خلاص، انا هقول لك النهارده بقى عن السبب، وانت اللي المفروض تطلع الفعل اللي انت عملته اللي خلى السبب ده يؤدي للواقع اللي انت فيه. بمعنى السبب تعريفه بسيط، هو الطريقه او الجندي من جنود الله اللي ممكن يكون ماده، ممكن يكون بشر، ممكن يكون حيوان، ممكن يكون جماد، ممكن يكون طاقة. المهم انه يؤدي الى حدوث الواقع ده. بمعنى انا النهاردة ماسك الموبايل بتاعي دلوقتي وهبعت SMS، فالSMS الرسالة جات لك تنتن على موبايلك دلوقتي. انتبه بقى، الكيبورد ده جزء من السبب. الشبكة اللي محطوطة في الموبايل اللي بتبث اللي اسمها GSM او بتبث مشفرة، يعني ذبذبات مشفرة اسمها GSM، دي سبب. خلاص كده، الهواء والحاجات اللي فيه اللي شالت الويفز دي لغاية ما وصلتها للشبكة الرئيسية اللي موجودة في الحي اللي انت فيه برضو سبب. لغاية لما تنتقل للشبكة بتاعتك في بلدك وتنتقل في الهواء لغاية ما تجيلك، دي كلها اسمها أسباب أدت إلى أن أنت كمان عندك موبايل تاني استقبل الرسالة، وقع الاستحقاق بتاع المسج أنها تبقى عندك في الموبايل بتاعك. طب نفترض أنا بعت لك رسالة فيها فيديو أو فيها صورة وأنت موبايلك قديم ما بيستقبلش فيديو، فكده السبب بايظ. وده اللي بيحصل للناس بقى، أن هم عايشين بأدمغة موبايلات قديمة في واقع تطور بقى فيه انترنت وداتا وفيديو شاتنج وتكنولوجيا رهيبة وتفكيرك قديم. فانت بتوقع، وده احد اخطر الاسباب، انك بتوقع الاستحقاق انك تصل للمعلومات اللي تطلعك من اللي انت فيه. حاجة تانية ممكن يكون السبب، وركزوا فيها كويس قوي. النهاردة واحدة مثلا استحقاقها هي عملت اعمال في حياتها فتستحق القسوة وتستحق المعاناة، فيبقى السبب جزها ايه؟ اه طبعا، يقوم ربنا يخلي الواقع بتاعها معاناة عن طريق جندي من جنود الله اللي هو جزها. الله، ايه ده؟ اه طبعا، ممكن راجل يكون بيطلع عين مراته، بيعمل افعال فيها اكراه او ضغط او ستريس على الزوجة، فهو الان اصبح مستحق ضغط، ده استحقاقه. يقوم ربنا يجيب له الاستحقاق عن طريق السبب اللي هو مديره في الشغل، عن طريق السبب المرض يجي ينهكه ويخليه مضغوط مش عارف يتحرك مش عارف يمشي. دي كلها الأسباب اللي بتؤدي للاستحقاق. زي ما قلنا الحلقة اللي فاتت، الاستحقاق لو لخصناه كله هو مشاعر، مشاعر ما بين الحزن والخوف إلى الأمان والسعادة. الماديات بقى والأسباب اللي تؤدي للحاجات دي كلها هي دي اللعبة اللي متوهها الناس. الإنسان اللينير بيجري ورا الأسباب عشان يحصل على المشاعر زي ما قلنا الحلقة اللي فاتت. الإنسان النون لينير بيعمل الحاجات اللي هي مش منطقية تؤدي للسعادة وتؤدي للراحة، يقوم يحصل له الأسباب اللي تخليه مستمتع. هدي مثال تاني. بعض الناس تلاقيهم بيقولوا إيه؟ أنا دلوقتي مثلا طالع عمال أتكلم
وازاي تكون سعيد ومستمتع، وبصور حلقات الفيديو زي ما انتم عارفين من بعض الدول، او انا مثلا في دبي، او انا في كذا، او انا في كذا. تلاقي حد اللي تفكيره لينير بقى يقول لك ايه، ايوه يا عم، ما انت قاعد في دبي فانت عشان كده سعيد. ايوه يا باشا، ما انت معاك فلوس وبتعرف تسافر فانت كده سعيد. ده التفكير اللينير، اللي هو شايف ان السعادة هتيجي عن طريق البلد او الفلوس، وشايف ان ده معاه فلوس فالطبيعي يكون سعيد، مش مدرك ما وراء الموضوع، مش مدرك ان انا زيي زيه بالظبط، وفي يوم من الايام كان وضعي المالي اسوأ منه، كان عليا ديون وعليا قضايا وعليا محاكم، كنت عايش في بلد اللي هي مصر كان الدنيا فيها بتقع والدنيا بتلخبط، ولما انا طبقت قوانين الاستحقاق وبقيت رايق ومستمتع وعملت اللي عليا، استحقيت يجيلي سبب ان يجيلي حد يكلمني من دولة زي دبي عشان اروح اعمل محاضرات فيها، فقمت رايح. ده سبب. السبب ده مش هيجيلك الا لما تكون مفاعل وبتعمل كل قوانين الاستحقاق صح. حلو كده. وبعد كده فجالي السبب، فانا بقيت رايق ومستمتع، فجالي السبب يزود لي اللي انا فيه. انتبه للقاعدة دي واكتبها في ورقة وقلم وخليها قدامك، ويا سلام لو طبعتها وحطيتها في البيت. انت مش بتجذب اللي انت عايزه، انت بتجذب اللي انت عايشه. هعيد تاني، انت مش بتجذب اللي انت عايزه، انت بتجذب اللي انت عايشه. خلوني اسرب معلومة خطيرة جدا جدا بقولها دايما في كورس اسرار النعيم. ربنا خالق الكون، وانتبهوا المعلومة دي وانشروها، وانا بدي يعني اوكي لكل المدربين ينشروها لكل الناس اللي بيدرسوا معاهم، لانها من اخطر المعلومات. انطلقوا فيها لانها مهمة جدا، وانا يعني اتمنى ويعني هكون مستمتع لو كل البشر عرفوها. ربنا خالق الكون بحيث كل اللي هيجيلك من بره هيزود لك اللي انت حاسه، هيزود لك اللي انت عايشه. انتبه كده، انت الان عايش مكتئب، ده استحقاقك. لو رحت تتجوز، الزوج او الزوجة هيبقى سبب يزود لك اللي انت عايشه. لو خلفت، الاولاد هيجوا يزودوا لك اللي انت عايشه. والله لو جالك فلوس، لو جالك ملايين، الفلوس دي هتيجي تزود لك اللي انت عايشه. انت لسه في استحقاق اصلا، انت مش واخد بالك، انت مش مدرك القوانين الخطيرة للاستحقاق. عشان كده كورس الاستحقاق كبير جدا وطويل، انا مأجله شوية لاني عمال دلوقتي ادرس كل انواع الاستحقاق في الارض، بعمل فيها خطة كبيرة جدا دلوقتي، كل انواع الاستحقاق باذن الله اللي هي الشامل الكبير، وهعمل لكل واحد منهم تمرين عملي بخطوات واسباب، بحيث تبقى عارف بالظبط انت دلوقتي ايه السبب، وعايز توصل لمال يبقى تعمل ايه، عاوز توصل لبشره نقيه تعمل ايه، عاوز توصل لسعاده زوجيه تعمل ايه، وهكذا. يمكن سعاده زوجيه او شريك الحياه انا طلعته في كورس اللي هو اختيار شريك الحياه، هينزل خلاص خلال 4 ايام من النهارده ان شاء الله، يعني المفروض 4 ايام، يعني يوم 2 باذن الله مارس، مش مارس يا ربي اقصد سبتمبر، انها 28 29 30 31 يبقى يوم 1 خلاص. فانا دلوقتي مركز بقى ان انا كل اللي بيحصل لي ده استحقاقي. فلو انا انتبهت ان انا المهم اظبط استحقاقي عشان مشاعري تبقى رايقه، واول خطوه في الاستحقاق زي ما قلنا المره اللي فاتت ان انا ابقى مدرك ان اللي انا فيه ده استحقاقي، وان انا عارف ان ربنا عامل استحقاق عام ان انا اكون سعيد واسعد، اللي هو زي ما قلنا بقى في الاحتمال الاعلى، ده احتمال اعلى، اللي انا فيه ده هو الافضل. عشان كده كنت معترض مع بعض المدربين اللي بيقولوا على الموضوع الاحتمال الافضل، ان ده بيضرب الاستحقاق. لو انت بتقول انا عاوز افضل اوصل لافضل احتمال ليا، انت بتضرب الاستحقاق وبتستحق انك تسوق. انت لازم تكون مقر ان اللي انت فيه ده هو الاستحقاق الافضل للي انت بتعمله، ده افضل شيء، وانا عايز الاعلى بقى، فانا هعلى، اللي انا فيه هو الافضل. فلما انا اكون مدرك عقليا ان اللي انا فيه هو الافضل، ايه اللي هيحصل؟ هرتاح وههدى، وهبدا افكر ان انا في لعبه كبيره. حلو كده. اللعبه الكبيره دي ربنا خلقها، انا دوري ان انا ابدا انطلق عشان افهم، لان احنا هنا جايين عشان نعيش امتع انواع الحياه واروعها واجملها. فكل ما هتستخدم العقل اللي ربنا ميزك بيه عن سائر المخلوقات، كل ما اتطورت اكتر. يبقى الاسباب هتجيلك كل ما انت عملت الافعال الايجابيه. وعلى فكره كل افعال الدين الخلقيه والقيميه كلها جايه بتعلي الاستحقاق، بس نون لينير، فانت مش مدرك. يعني معلش، يعني انا النهارده ماشي
برمي ورقة زبالة في الشارع. أنت الآن، انتبه كده، بقوانين النون لينير، أنت الآن مستحق، أنت عملت فعل سيء، مستحق إن حياتك تسوء بمقدار الفعل السيء اللي أنت عملته ده. أنت النهاردة ماشي فلقيت حد ناجح فتمنيت إن هو يحصل له سوء أو إن هو يقع أو أنا عايز أطلع أفضحه، هيحصل لك استحقاق من اللي أنت بتعمله اللي هو سوء الظن بقى أو الغل أو الحسد أو الكلام ده. فهتلاقي كل الأفعال الخلقية والأفعال القيمية تؤدي إلى ارتفاع جدا في الاستحقاق وأنت مش منتبه. أنت مش رابط ما بين دواسة البنزين وسرعة العربية، أنت مش مدرك، أنت مش واخد بالك منها. اللي حتى فاكر المفتاح زمان لما كنا بندور عربية بنحرك المفتاح، دلوقتي بقت كليك زي الكمبيوتر، تك تقوم العربية دايرة. اللي مش مدرك التطور ده هيحس إن في حاجة غريبة، في حاجة مش منطقية. وبالتالي أنا دوري بقى دلوقتي أبدأ أبحث، يعني هديكم مثال واضح يوضح الصورة دي. خلوني هطلع آية في القرآن لأن بعض الناس مش منتبهين ليها. ممكن تكون أنت الآن استحقاقك هو جزاء المجرمين وأنت مش مدرك أن أنا مجرم. فانتبه، لو أنا النهاردة مثلا جبت فين بس السيرش بتاع المصحف، بسم الله الرحمن الرحيم، راح فين راح فين، اهو بص بقى. لو انا النهارده ده بيقول لي ابديت، خليني اشغل التاني، انا شكلي عمال اعلي صوتي فههدي. سامعين كده كويس؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم، المجرمين. انا دلوقتي اهو بطلع مثلا مثال من القران عن المجرمين، خلاص كده. هتلاقي مثلا ايه بتقول ايه، وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد. اللي بيفكر لينير هيفهم الآية دي على الآخرة، بس اللي بيفكر نون لينير عارف إن الآية دي بتقول كلام عن دلوقتي تفهمه بطريقة غير مادية، وبتقول كلام عن المستقبل، بمعنى إنك هتلاقي دايما المجرم كأنه متكلبش، كأنه مربوط في مكانه، كأنه قاعد كده حياته كلها واقفة والسنين بتعدي وهو مربوط مقرن في الأصفاد، مش عارف يتحرك، مش عارف يمشي. طب المجرم ده، هديكم مثال تاني حتى كمان علشان توضح الصورة أكتر. بسم الله الرحمن الرحيم، في آية مثلا بتقول اهي، فأغويناكم إنا كنا غاوين، فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون، إن كذلك نفعل بالمجرمين. أنتوا عارفين كلمة عذاب دي هي ملخص كل الأمراض النفسية، حالة العذاب والألم النفسي. فأنت في ألم نفسي ومعاناة ومتألم، اعرف أنك الآن بتعمل من الكلام اللي في الكتاب وقع عليك استحقاق المجرمين. طب انتبه بقى، مين هم المجرمين؟ تخيل انك ممكن تطلع، لو ادركت القانون ده، تطلع كل الناس بلا مبالغه اللي عايشين في بيجروا على الاشاعات والاعلام والكلام ده كله، اللي هم نسبه كبيره من المجتمع، مجرم وهو فاكر نفسه زي الفل. تعرفين عكس مجرم ايه؟ هفاجئكم بعد شويه اللي ما يعرفش يعني. فهتلاقي ايه في القران بتقول ايه، ان الذين اجرموا، يلا بيشرح لك ايه الافعال اللي بيعملها يستحق عقوبه الاجرام. ان الذين اجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. شفت الواد اللي بيعمل ده؟ استنى كده، دي نون لينير. يعني أنا لو لقيت أي حد، خلي بالك ربنا اللي بيوصف، ربنا اللي بيوصف وبيقول إن ده مؤمن. يعني ممكن يكون حد بيعمل عمل أنا بتقييم البشر اللينير البسيط السطحي شايفه فاسق، شايفه زنديق، ولكن ربنا شايفه مؤمن. دي مصيبة بقى التفكير اللينير، انه فاكر ان هو صح وانه حكمه على الناس صح. يوم ايه اللي يحصل؟ ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون. يعني ممكن اكون انا مؤمن وحد فاكرني مجرم، او حد انا شايفه مجرم ووحش وهو عند ربنا مؤمن. ممكن يا سيدي يكون، انتبهوا كده، ممكن يكون حد بيعمل بيشتغل في الدعارة، يلا هجيب حاجة اكستريم، شغال في الدعارة او شغال في حاجة بيبيع خمرة، بس هو عند ربنا مؤمن مذنب. انتبهوا كده، مؤمن بيعمل ذنب، شرب الخمر ذنب، الدعارة ذنب، بس هو عند ربنا مؤمن. ولكن في موروثك اللي انت بتاخد منه الدين اعتبرته وحش الضيع الكافر الزنديق، بس هو عند ربنا مؤمن.
مذيع ولا سياسي ولا حاكم ولا ايا كان، انت شايفه كذا كذا كذا، ده حكمك اللي هتدمر بيه نفسك وتدخل نفسك في الاستحقاق. الموضوع اخطر مما تتخيله. يقوم ايه اللي حاصل بقى؟ انا دلوقتي اقوم حاكم عليه واضحك عليه. شفت الراجل قاعد بيعمل ايه؟ عمال يعمل كذا كذا كذا. اهو الفعل ده بيدخلك فين؟ نون لينير. الانسان اللي هي مش هيربطها، مش مدركها، مش شايف علاقه ديب دي. لا، انت لما ضحكت عليه واتريقت عليه دخلت في استحقاق المجرمين يا جميل، اللي هي مش هتتفسر منطقيا، مش هتفسرها لينير بتفكيرك السطحي. خلاص كمل بقى الايات. ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون، واذا مروا بهم يتغامزون، واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين، واذا راوهم قالوا ان هؤلاء لضالون. ربنا بيقول بقى وما ارسلوا عليهم حافظين. انت مالك انت؟ ربنا ما بعتكش في الارض حافظ على الناس. فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون. اوبا، ده سماه كافر. خلي بالك، لان الكافر هنا في نوع من الكفر، الكفر بالاله، وفي نوع من الكفر، كفر بالايات. هو هنا كافر بالايات، انه مش مدرك ان كده مجرم، فيستحق عقوبة المجرمين من المعاناة والعذاب والألم. وهتلاقوها بتحصل في التيارات السياسية دلوقتي، ومن يتقدم في السياسة باسم الدين والحاجات دي كلها، عاملين إجرام وهم مش مدركين ومجرمين فبيستحقوا. فأنت اللي دار استحقاق بقى عمال يبص وشايف آيات الله بتقع كل يوم وهو مش واخد باله. فاللي بيحصل إيه بقى؟ إن أنا دلوقتي لما اتكلمت عليه استحقيت أكون مجرم، اتريقت عليه، سخرت منه، عملت كل الكلام ده، وأنا بوعي اللينير مش مدرك ان ده فعل بيجيب استحقاق المجرمين. وانتبه بقى، وبيخرجني من استحقاق المسلمين، لان في القرآن مجرم عكسها مسلم، مشرك عكسها كافر. يا ربي مشرك عكسها حنيفا، ومؤمن عكسها كافر. وبالتالي لازم اكون قاري الكلام ده، فهمت؟ ابقى عمال امخمخ وبحلل عشان افهم، زي ما كلمتكم في حلقة الفيديو عن الفرق بين السيئات والذنوب. السيئات بتجيب استحقاق مصيبة، كل أنواع السيئات، أي فعل بتعمله يسيء لآخر بيجيب لك استحقاق إن شاء الله. لو إيه، يمكن في سؤال جالي هنا عايز أقوله عشان هو مهم قوي. واحدة بعتت لي قالت لي طب أنا واحد كان بيتقدم لي وأنا عايزة ما كنتش عايزاه وبتاع، وفي يعني حسيت إن هو مش مناسب فأنا بعدت عنه فهو اتألم. انتبهوا، طالما الفعل اللي أنت بتعمله الفعل لوحده مشروع، فأنت مالكش علاقة بألم الآخر. هعيد تاني الجملة دي، الفعل اللي انت بتعمله لو هو مشروع ملوش علاقة بالألم بتاع الآخر، وملوش علاقة بالاستحقاق أو الكارما. بمعنى أنا النهاردة مثلا واحد جاي بيقول لي هات لي موبايلك، رقمك، رقم موبايلك، قلت له معلش أنا آسف مش هينفع أديهولك عشان أنا مشغول ومش هينفع أرد، وأنا يعني لو اديت رقم الناس كلها مش هعرف أشتغل، فأنا آسف مش هقدر. راح هو مقموس وزعلان ومتضايق ومخنوق، أوكي هو حر، ده حقي. حلو كده؟ واحدة النهاردة الخطوبة ربنا شرعها علشان ايه؟ علشان نتعرف على بعض ونبقى واعيين ان احنا ممكن نكمل او ما نكملش. فانا لقيت ان ما ينفعش نكمل. حلو كده؟ فخلاص انا مش هينفع. هو اتألم، هو بقى تعلق بيا او هي تعلقت بيا وبقى عايش في نار، انا مالي؟ احنا عارفين الخطوبة بتعرفنا الاول على بعض عشان نقرر هنكمل ولا لا. لقيت نفسي مش هينفع، حقي اقول انا اسف مش هينفع، مالكش اي مشكلة، فده مش استحقاق. الاستحقاق هو ان انا الفعل انا عارف انه بيأذي، اطلع اعمل غيبة، اطلع افضح سر بتاعك اللي الغيبة والنميمة، الافعال المنهي عنها في الدين، ده اللي بيعمل كارما سيئة. في حد تاني بعت لي في حد كاتب هنا لكن مش حلو كسر المشاعر. ما انا مالي بقى، ما انا هفضل قاعد اسير مشاعره، دي بنسميها الابتزاز العاطفي. خلاص انا ممكن برقي، خلاص انا والله ما عايز اضايقك، مش هينفع نكمل يا اخي، الله يهديك، مش هينفع نعيش مع بعض. طب طبط عليه مره اتنين، خلاص هو مستمر، شكرا بقى. لو ما ردتش عرفه، لو سمحت انا مش هقدر نكمل، انا بعد اذنك لو اتصلت تانية ممكن اعملك بلوك، انا مش عايز اضايقك. فضل مستمر، حقك تعمل اللي انت عايزه. هو بقى كده اللي عايز يعيش في الالم، ولكن انت بتعمل الموضوع بموضوع برقي وبحاله من الاحترام للاخر، لكن مش ان هو عشان متألم يبقى خلاص بقى اتجوزه. النهارده جيب لي اي حد بقى يقعد يعيط جنبي عشان متألم يبعد عني اتجوزه، خلاص مش ممكن يعني. فده بنسميه الابتزاز العاطفي، او بالانجليزي اسمه ايموشنال بلاك ميل. طيب في من ضمن الاسئله سؤال تاني مهم كمان، خليني اكمل بس. صلاح سأل حاجه تانيه مهمه، ولو كانت محصله كل شيء
له مشاعر، واحنا قادرين نستحضر المشاعر دي ونعيشها ونستمتع بيها باللحظة. طب هنسعى ليه؟ هنا مصيبة بقى يا صلاح يا جميل. هو احنا جايين هنا عشان الشهوات والمشاعر؟ خدوا بقى القاعدة الخطيرة دي. الدنيا عاملة زي المدرسة، وركزوا معايا فيها واكتبوها بوعي. انت مطالب انك تنتقل من سنة اولى لسنة تانية ومن تانية لتالتة، ومعاك ماكسيمم في كل سنة سنتين تلاتة. عارف انت لو في الدراسة مثلا، انت في اولى مثلا جامعة دلوقتي، لو سقطت اول سنة ممكن تدخل دور تاني، ولو سقطت تاني سنة بعض الجامعات تديك دور تالت، لكن لو سقطت خلاص تترفد من الجامعة. اهي الدنيا كده بالظبط. انت المفروض جاي هنا عشان تستخدم العقل ربنا ادهولك اللي ميزت بيه عن سائر المخلوقات، وتشغل مخك وتتطور. واعتبر اللي انت فيه جيم لتدريب العقل على التفكير نون لينير. وبالتالي انا خلاص بقيت مستمتع وسعيد لو قعدت وقلت الله. ده بعض الناس بيحصل لهم كده، ان هو ياخد كورسات ويلاقي نفسه بقى زي الفل وجميل، يوم قاعد ما انتخ، يوم يستحق تقلب فوق دماغه. ليه؟ هو انت جاي عشان تأنتخ؟ انت جاي عشان تزداد اكتر. فانت استحقيت معلومات وعرفتها وبقيت مستمتع ورايق، حلو قوي. دور على الاعلى، فكر عشان تزود. ده الاحسان بقى، عاوز احسن اكتر، عاوز اعيش متعة اكتر، عاوز اعرف ربي اكتر، عايز اعرف انفع البشر اكتر. ما انا جاي عشان اعطي ثم اخذ. اللي عايز يفكر في المشاعر بس هو اللي بيفكر في الاخذ. ومن علامات الاستحقاق السيء ان عايز اخذ. ركزوا معايا كده، بصوا على معظم، ما تضحكوش، بصوا على معظم اللي عايشين في المعاناة واسمع بيقول ايه. هتلاقيه بيقول ايه لو زوج وزوجة مثلا، ما بتحترمنيش، ما بتقدرنيش، نيش عايز اخد. اسمع الزوجة، بيعاملني بقسوة، ما بيدينيش حنية، ما بيسمعش كلامي، ما بيقدرنيش، ايش برضو عايز اخد. طيب تعالى بقى شوف، لو انتقلنا مثلا للشغل، هتلاقي اللي عايش في معاناة في الشغل برضو عايز ياخد. من استحقاق العذاب والمعاناة انك عايز تاخد، وانت ناشي ان ربنا حاطط من قوانين الكون انك تعطي الاول، اللي هي مش منطقية. معقولة يعني انا اعطي؟ يعني شوفوا زي ما قلنا المرة اللي فاتت هطلع فلوس. لا لسه ما قلناش المرة اللي فاتت، صحيح نسيتها المرة اللي فاتت. من استحقاق الزيادة انك تخرج، اللي هي لينير مش منطقية. انا معايا النهاردة 100 جنيه اطلع منها 10، تزيد ازاي؟ مش منطقية. اهي دي لينير بقى، ده التفكير اللينير. النون لينير هو ربنا خالقها كده، عندك 100 طلعت 10 هيبقوا 700، زي مش شغلك. دي الاسباب بقى اللي من حيث لا تحتسب. ابقى فاتح مخك، ما تحاولش تفهم الاسباب، افهم اللي تقدر عليه بس ما تكلكعهاش. زي ما قلنا في حلقه قبل كده، ما ترسمش لربنا الطريق. دي بقى نون لينير. اللي واعي وعارف ان فيه، اللي درس طاقة بقى بيفهم بعض الحاجات اكتر بكتير. الطاقة اكتر حاجة بشكر ربنا من قلبي عليها، لانها نقلت تفكيري من لينير لنون لينير في وقت قياسي، عملت طفرة في حياتي وعرفتني ما هو غير ملموس. عشان كده قلت لكم اللي تفكيره لينير بتلاقيه بيهاجم وخزعبلات وما عرفش مين، وعشان يخوفكم بقى يقولك انها بوذية، انها مسيحية، انها كافرة. وهي اكتر حاجة بتقرب الناس من تفسيرات معاني كلام ربنا وتقربهم من ربنا الحقيقي. فاللي انا اقصده ايه؟ ان انا دلوقتي هرجع بقى لك اللي كنت بقوله، ان انا دوري ان انا مطالب، انا في ليفل معين استمتعت، طور نفسك. لو فضلت قاعد هتتخبط يا جميل، هتاخد خبطة تفوقك. ما انتبهتش الخبطة اللي جاية أعلى. ليه؟ لأن دورك تشغل مخك وتنطلق وتتطور. طيب في سؤال تاني جاي بيقول، أنت قلت في قوة الكلمة والتفكير إن كل شيء سلبي بيحصل لي أنا السبب فيه أو أنا المسؤول يعني. وهنا في اللايف لو امبارح أو لو المرة اللي فاتت أقصد، قلت إنه لازم يكون تفكيري غير خطي نون لينير، وإنه في أشياء بتحصل بتدبير الله. إيه إزاي أوفق بين المعلومتين؟ ما انتبهوا بقى، الاثنين انا مسؤول عنه. انا النهاردة لو ما حولتش تفكيري من لينير لنون لينير هعيش معاناة. بس خلي بالك بقى، الطفل تفكيره لينير، ولان ده الوعي بتاعه الطبيعي فبيعيش سعيد لغاية لما يكبر. يبقى لازم يقعد يطور نفسه ويتعلم، وإلا يعيش معاناة. حلو كده، اتطور وكبر شوية لازم ياخد على قده. انتبه بقى،
انت مش مطالب تبقى تفكيرك نان لينر 100%. يعني اتخن حد في الارض الان نان لينر وجاب واحد في الالف من التفكير اللي هو الرهيب في الكون. احنا العلوم اللي في الكون دي كلها ما تجيش واحد على الف من علم ربنا. فاحنا كل مرة هنتطور، فاحنا مطالبين بالتفكر وتدبر. اللي احنا فيه الان اعلى الاف المرات من اللي كانوا فيه من 1000 سنة ولا من 500 سنة. وبالتالي دورك بقى انك تكون بتعمل بصمة في الارض. اللي بيستهلك وعايش على استهلاك وعايز انه ياخد بس ويعمل كده بيفعل استحقاق سلبي. زي ما قلنا الحلقة اللي فاتت، لو فلوسك يعني من ضمن الاستحقاق، خدوا الحتة دي كمان مهمة، انا مركز فيها بقوة في الاستحقاق في قوانين الاستحقاق في الكورس. يعني ان شوف انفاقك في الكون النهاردة مثلا بيدخلك دخل في الشهر، خد المفاجأة بقى، لو انفاقك النسبة الكبيرة جدا منه على الجسد اللي هو لبس، شعر، جل، أكل، كل ده جسد، شرب، كل ده جسد، هدوم، مسكن، ملبس، أحذية، سيارات، مواصلات، كل ده جسد. اللي معظم مصاريف فلوسه في الجسد استحقاقه يبقى في الأرض، يبقى واقع في الأرض. لازم يكون في جزء مهم من الصرف بتاعك في العطاء اللي هو زي الصدقات، لازم يكون في حق معلوم. ويمكن اتعمل دراسات تلاقوا النسبة لو 10% يبقى واو، بيحصل طفرة. يبقى لازم انفاق 10% للآخرين عشان تعمل استحقاق رهيب للزيادة عندك. ومن ضمن الحاجات مهمة كمان انك لازم يكون جزء مهم جدا للمخ، للعقل، للكورسات. تلاقي بعض الناس يقولك ايه يا دكتور معيش فلوس وما اقدرش. اقول له اقسم بالله لو اقتطعت جزء من اللي انت بتصرفه على الجسم وعرفت الاستحقاق، انت بقالك كام سنة بتصرف على الجسم. لو اقتطعت جزء صغير وقعدت تحوش منه عشان تنفق على العقل وتنفق على المعلومات، اتفرج على الطفرة اللي تحصل في حياتك. ودي حتة خطيرة، انه هو مش عايز شغل دماغه، مش مدرك ان في قانون قلناه في قوة كلمة تفكير، لن تنالوا، انتبه ده من قوانين الاستحقاق، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. يعني ربنا وقف لك استحقاق البر لما تنفق مما تحبون، مفتوحة من اللي انت بتحبه. معايا؟ انت بتحب علم، انا بحب العلم، بطلع عندي يمكن الحمد لله انا اكتر مدرب في الشرق الاوسط عنده محتوى مجاني. ليه؟ انا قدام ربنا كل ما ربنا يديني بطلع انفق اكتر، فيجي لي اكتر واكتر واكتر. عشان كده من فضل الله اكتر ناس بيجيله في الدورات، واكتر حد ربنا قصدي اكتر حد بينفق اكتر عشان ربنا يديله اكتر، لاني مدرك القاعدة دي وفهمها. وحتى خطيرة كمان، انا عملت بحث عن بعض الناس كان مش فاهم الحتة دي او زعل مني، فيلا فرصة ان انا اوضحها. لو تفتكروا كنت طلعت فترة كده قعدت ادي كورس قوة كلمة وتفكير هدية لناس كتير، المحصلة ان تقريبا 1000 شخص انا اديت له كورس قوة الكلمة والتفكير، او يعني هو قريب من 1000 عشان بس ما اكون دقيق. المهم ان اللي حصل بقى لما قعدت اتابع الناس دي على الاكاديمية ونتابع عملوا ايه والبروسيس بتاعهم في الكورس وشافوا الكورس ولا ما شافوش والكلام ده كله، كانت صدمة لا تتخيلوها. ان في ناس من يوم ما خد الكورس لغاية النهاردة ما شغلوش، تخيل، فرح وما شغلوش. وفي ناس دخل شاف فايلين تلاتة وما تفرجش على الباقي، وفي ناس قاعد يتفرج وزي ما اتفرج زي ما خرج، لدرجة انها طلعت القرار ما عدتش هطلع مجاني ولغيت المجاني خالص، وقلت بعد كده لو هدي لحد مجاني هديهوله بوقت، ان الكورس ده معاك مجاني هدية مني 30 يوم، اتصرف، اتنطط، اشربه، فهمه، خلص 30 يوم هيتلغي من عندك، عشان يبقى بيبذل طاقة وبيبذل جهد عشان يعرف يستفيد، عشان يقدر يقدر قيمته. وعملت حاجة تانية بقى، ان انا قمت عامل التخفيضات دي عشان ايه، ان انا اعمل لك تخفيض ان ما عندكش حجة. يعني مثلا كورس زي قوة كلمة التفكير مبلغ بسيط، ما تقوليش مش هقدر اضبط $35 اللي هم يعتبروا 100 درهم مثلا ولا 100 ريال سعودي، 400 جنيه مصري. لو قعدت يا سيدي 4-5-6 شهور عامل خطه او سنه حتى هتعملهم، بس انت تتعود. لان بعض الناس للاسف مش مدرك، هو انت فاكر انك انت مش قادر تجمع مبلغ زي 400 جنيه هتاخد الكورس هتغير حياتك جنه؟ انت مخك فين؟ اذا كان انت مش مستحق، لسه ما عملتش اللي يخليك تستحق تجمع المبلغ ده. انت مدرك بقى انك لو خدت الكورس كده بالبساطة بالمجاني وانت اصلا مش بتسعى مش بتعمل جهد، هتخلي حياتك جنة ازاي؟ وده للأسف الناس مش مدركاه. هو فاكر ان الكورس، انتبهوا، متعلق بالكورس، فاكر ان الكورس هو السبب اللي يخليني جنة. نو، المعلومات اللي فيه حلوة نودي. المعلومات اللي فيه، انت لما تاخد المعلومة وتطبق بتنطلق
وتخلي حياتك جنة. طيب هاخد سؤال تاني من ضمن الأسئلة، فهعيد بقى الحتة اللي هو اللي قالها الأخ ده بتاعت أنا السبب، فأنا كده كده أنا السبب، أنا المسؤول عن طريق إن أنا ما عملتش اللي على استحقاقي، فأنا كده كده أنا المسؤول. حد ثاني برضو قال إن أنت في كورس قوة الكلمة والتفكير قلت لنا إن أنا المفروض إن أنا لو قاعد بقى أعمل حساباتي وعايز بالمبلغ اللي عندي وعمال أحسبها بالورقة والقلم ده استحقاق فقر. انتبه، أنت كده ركزت على السلوك، فركز معايا بالله عليك. اللي تفكيره لينير هيتخض ويحس إن المعلومتين عكس بعض. ليه؟ لأنك تفكيرك لينير فأنت شايف السلوك، وبالتالي السلوك أنا قلت هنا سلوك وهنا نفس السلوك. تعال بقى نخلي التفكير نون لينير ونشوف الحالة النفسية ونشوف المشاعر زي ما قلنا امبارح ونشوف العقل الأفكار. إنك ممكن تكون بتعمل نفس السلوك من أفكار تخلي ده استحقاق عالي وده استحقاق فقر. بمعنى أنا النهاردة عندي قناعة أن أنا فقير وعندي قناعة أن دخلي قليل وقاعد أحسبها بالورقة والقلم وشايف المستقبل أنا هفضل كده على قد مرتبي، يعني أنا عندي قناعة كده. مش فاهم إزاي بني آدم يعرف يعيش في الحياة، مع احترامي للجميع طبعا إلا لو اعتبرها مرحلة، يعرف يعيش في الحياة عارف بعد سنة مرتبي كام. إيه ده؟ أنا عارف بعد سنة مرتبي كام؟ إيه ده؟ يا سيدي اعتبرها فترة مؤقتة، 5 سنين 4 سنين، بس تبقى عامل خطة ننطلق بقى أعمل ماي بيزنس، بحيث أنا أشتغل النهاردة كسبت، ما اشتغلتش ما كسبش، بحيث أقدر أدعي ربنا وأحس الوفرة قدامي، مش أنا خلاص مبرمج نفسي على كده. فاللي تفكيره تفكير فقر قاعد بيحسبها بالورقة والقلم والطاقة اللي طالعة منه طاقة فقر، وبيعمل سلوك إيه؟ سلوك فقر. وانا شايف ان انا خلاص ده استحقاقي، واقعد ابص على اللي معاهم فلوس او راكبين حتى حاجات عاليه وكده، يا بخته اللي اداك يدينا. او بعض الناس يقول لك ايه يا عم ما تراعينا احنا الفقراء، شوف القناه اللي عنده احنا الفقراء انت الضعيف. طول ما انت شايف نفسك كده عمرك ما هتتطور. اللي انا قلته بقى المره اللي فاتت ايه؟ انا ربنا ادالي وخلاني استحق من كل شيء اعلى شيء، فانا واعي اني هقدر اعمل دي، ولكن دلوقتي الوقت مؤقت، فانا دلوقتي طالما مش مضغوط ممكن اعملها. بمعنى انا مشاعري مرتاحه واقدر اضغط شويه واركب عشان استمتع واحس المتعه من غير ما اكون عامل ضغط لنفسي، يا سلام. لكن لقيت عملت ضغط وبقيت عامله لي ستريس جامد وبقيت جايه على بقيه الانفاق التاني، لا يبقى هنا غلط. هقوم عامل ايه بقى؟ هقوم بحسب الوضع الحالي وانا رايق بمخمخ، انا بلعب جيم، انا عارف ان دلوقتي بعد كده هيبقى اعلى بكتير، فانا دلوقتي عمال احوش وعمال اعمل حاجات تزود وعمال اعمل انفاق وعمال اعمل استثمار وعمال اعمل اداره للمال صح. ومن حسن اداره المال ان دلوقتي في المواصلات ده الرقم اللي طالع احسن حاجه هي ايه؟ نفترض ده ان انا عايز اركب في الطياره مثلا ليفل اعلى، حلو. لو سافرت بكره هركب الليفل الاقل. طب ما انا كل مره هزود المبلغ ده الشهر ده الشهر اللي بعديه الشهر اللي بعديه من غير ما يعمل لي ضغطه لغايه ما اجمع اللي يخليني اركب الاعلى واستمتع وانا رايق. فانا عملت الاعلى بس بخطه ذكيه، مش بضغط ولا بخنقه ولا اني باخد الغنى من الركوب. انتبه، انت هتركب لانك غني، اوعى تركب عشان تبقى غني. انا هركب الليفل العالي لاني اصلا غني. اوعى تكون بتركب الليفل العالي عشان تبقى غني. يبقى الاتنين بيركب، بس هنا بقى الفكر والمشاعر هي اللي بتحكم، وده التفكير النون لينير. حلو كده؟ طيب بعد كده هاخد اسئله. البث هيتحفظ ان شاء الله وهيبقى لمده 24 ساعه على هذا لايف. طيب في سؤال جاي لي برضو مهم قوي، بيقول لي ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، فين فين فين، بس هعمل كده عشان ابقى شايف كويس. ماذا يستحق من ياخذ المعلومات دائما بالمجان ويسعى الى كل ما هو مجاني دون ان يدفع مقابل؟ بيستحق يبقى عنده معلومات كتير يتمنظر بيها قدام الناس، ولما حد يساله يعرف يرد، ولو عنده مشكله وحد جه ينصحه يقول له ما انا عارف، ولكن هيفضل زي ما هو. مش هيتطور، بيعمل ضرر وبيعمل تكديس للمعلومات، وانا متكلم عنها في المحاضرة المجانية اسمها المعلومة اما لك او عليك، موجودة على موقع الاكاديمية. طيب حد بيقول لي ايه رأيك بكارما العائلة والاجداد؟ هل ده حقيقي؟
ده كلام فاضي. لا تزر وازرة وزر أخرى، الكارما حاجة أنا عملتها قبل كده وبالتالي بستحقها. طيب حد بيقول إيه الفرق ما بين الاستحقاق وكرم ربنا؟ هنقف عند دي شوية بقى، انتبهوا كده. في حاجة مش أنا قلت لكم المرة اللي فاتت، الواقع اللي أنت فيه هو استحقاقك أيا كان المسمى، تسميه ابتلاء، تسميه جزاء، تسميه فضل، تسميه كرم، تسميه رحمة، تسميه أي حاجة، هو استحقاقك. يعني إيه الكلام ده؟ يعني ربنا مثلا في حاجة اسمها فضل ربنا، صح؟ آه صح. طب انتبهوا كده، فضل ربنا استحقاقه، هتلاقي ربنا قاله إذا عايز الفضل له استحقاقه كمان. هو إيه؟ يلا ربنا قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أهو يبقى أنت استحقيت الفضل والدرجات العالية، يلا ايه اللي هيحصل؟ ربنا هيأتيك من فضله وهيديك العلم. يبقى ده تصدق ربنا بيحط الدرجات، بس حتى الدرجة عامل لها استحقاق. ايه ده؟ وحط استحقاقين، انتبه كده، ايمان يعني انا واثق ومتأكد 100% انها اعلى، وايه بقى؟ امنوا واوتوا العلم. يبقى انا قعدت اقرا زي ما قلت لكم كل المشاكل في الحياة سببها يا نقص معلومات يا معلومات مغلوط، اهو اوتوا العلم، عرف، اخد دورة، ما عادش يتكبر. بايعين كلام والكلام ده كله، هاتولي اللي بيقعد يقولوا بايعين كلام، اتحداك. اللي بيشوف دورات التنمية البشرية والكلام ده كله يقعد يتريق عليها ويسخر منها، اتحداك لو حياتك تبقى عايز تعيشها زيه، وتحداه لو هو راضي عن حياته 100% ومستمتع ورايق وعنده من الوفرة ما يريد ومستمتع وسعيد، لان ممكن يبقى عنده وفرة وعايش بمعاناة وألم، ودي حتى خلي بالك اقول لكم عليها. ممكن حد يبقى عارف قوانين استحقاق المال فبيعملها، وبقى دارس مثلا ماركتينج ودارس كذا وكذا، ويقعد يكسب يكسب يكسب، ويبقى تعيس وعايش في ألم ومعاناة لانه مش مستحق السعادة. ممكن يبقى المال ده سبب كبير لتعاسته. والله ساعات مرة تيجي لي مثلا واحدة عاملة حاجات ومظبطة الكريمات وبتاكل أكل خير، أكل صحي، وحياتها زي الفل ومستحقة البشرة الجميلة النضرة وما شاء الله وشها زي القمر، حلو كده، ولكنها مستحقية التعاسة. وإيه اللي حاصل بقى؟ وكل اللي حواليها عمالين يستغلوها، واللي بيتحرش بيها لدرجة ما بقت كارهة اليوم اللي بقت فيه جميلة. وساعات بعضهم، ودي متكلم فيها في الكورس بتاع اختيار وجذب شريك الحياة، بعضهم بيكون قناعة ان الجميلة ما بتتجوزش بسرعة. ليه؟ اصل الناس بتخاف انه لو اتجوزها تتعاكس وبتاع ويغير عليها، وحتى بيجي لهم قناعات ممكن تدمر حياتهم، وتلاقيها جميلة جدا 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 وما اتجوزتش. ليه؟ عشان قناعات موجودة في العقل. وانا في الكورس بتاع شريك الحياة متكلم فيها بالتفصيل بقى، عشان ننسف متكلم في 40 سبب يؤدي لاستحقاق عدم الجواز، وازاي تنسفهم وتستحق الجواز بحيث تبقى سعيد مستمتع ورايق بإذن الله. طيب حاجة تانية، بسم الله، احنا كده المفروض معانا دقيقة ونخلص عشان الوقت. بسم الله الرحمن الرحيم. حد بيقول لي ازاي افهم اكتر عن التفكير اللينير والنون لينير؟ بإذن الله هعمل لكم في حلقة مفصلة، ممكن بقى من حلقات الفيديو او لايف، لسه هقرر، وهديكم امثله كتير، هتبقى كل الساعه تمثله كتير، وازاي تنتقل من تفكيرك بتفكيرك من اللينير للنون لينير، ومواصفات الشخص اللينير والنون لينير، بحيث تبقى عارفها وفاهمها وتبقى عندك مقياس كده تعرف انت بتنتقل قد ايه. في حد دخل اتصل فمعلش. طيب في حد بيقول لي اتلخبطنا ما بين الماده والمشاعر، كيف لا ننفق ماده من اجل المشاعر؟ انتبهوا كده، يعني انا مش هقول انا عايز فلوس عشان ابقى غني، كده معناها انا خليت الفلوس تعملني وتخليني غني، ده اللي بيستحق دايما معاناة، وهتلاقيه مهما يحصل مش عارف يبقى سعيد ولا مستمتع. حلو كده، هقول حتة سريعة كده بس انا مرضيتش احرجه على الهوا. فاكرين لما كنا مع عمرو اديب لما بيقول لي انا عايز ابقى سعيد والفلوس بتعمل سعادة، انا كنت هتطلع مني بس احتراما لي يعني كتقديرا لي يعني مرضيتش اقولها، ويا رب لو سمعني يبقى بيفهمني مش قصدي حاجه سلبيه، كنت اقول له ده انت كمذيع وكرقم بتاخده من ضمن المذيعين ممكن تبقى حلم لشباب، المبلغ اللي بتاخده ده حلم يخلي حياه الناس جنه، ولانك مش مستمتع ده اكبر دليل ان الرقم اللي عندك ده مش هو اللي بيجيب سعاده ولا بيجيب راحه نفسيه، مش الفلوس. وبالتالي اللي انا اقصده بقى انا اعيش السعاده وبعدين لاني سعيد امخمخ فيجيلي افكار فاعمل فلوس، وبالتالي هي دي اللي بتجيب السعادة والراحة النفسية. هختم عشان احنا خلاص كده critical time. ربنا يوفقك يا رب، ان شاء الله اكون يعني وضحت لكم الصورة اكتر،
وباذن الله بقى اللي عايز مزيد ان شاء الله الرحمن لما ينزل الكورس اتوقع ينزل على بدايه السنه الجديده. قوانين الاستحقاق هيكون طويل جدا، ممكن يبقى من اكبر الكورسات اللي مش هيكون فيها تخفيض، لانك لو ما طبقتش الكورسات اللي فاتت مش هتستحق انك توصل لده، فمهم تطبق اللي فات لانه تقيل قوي. فلو انت داخله انت مش مستحق هتلاقيه مكلكع وملخبط، فلازم تكون طبقت اللي قبليه في الليفلز عشان توصل له وتاخد اللي فيه، لانه هيكون في جدول شامل لكل انواع الحاجات اللي في الحياه وازاي تنتقل وتتعامل فيها بقوه وتعيش سعيد مستمتع باذن الله. شد حيلك، اسمع بقى الاثنين لايف بروقان، مخمخ وشغل مخك واكتب، واراكم باذن الله في لايف قادم. يا رب يجعل كل ايامكم سعاده وروقان على الدوام. احمد عماره.